السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقنية رهيبة جدا اسمها اكس بورتريت، والتقنية دي خطورتها ان انت ممكن تجيب صورة اي شخص مشهور وليكن مثلا ايلون ماسك، ماشي، وتعمله ماسك على وشك، يبقى اي حركة انا هتحركها اي كلام هقوله هيبان كأن هو ظاهر فيديو مع الناس وبيتفاعل معاهم وبيتكلم معاهم. تقنية فعلا خطيرة. خطورتها اولا انها اوبن سورس، فكل الناس تقدر تستطمع عندها، صعب الاكتشاف، انت بتتكلم معاه ثانية بثانية، تمام؟ يعني لو قلت له مثلا ايه، طب انا عشان اتأكد ان انت صح اغمز بعينيك، هتلاقيه غمز بعينيه، طب ارفع ايديك لفوق، هتلاقيه رفع ايديك لفوق. فانت بتتكلم مع قريبك، يعني تخيل والدك بيتصل بيك بيكلمك فيديو وبيقول لك ابعت لي مثلا $1000 عشان مزنوق وهبعتهم لك. طب هو كاتبها لك تكست، طب معلش كلم صوت، كلمك صوت، طب كلمني فيديو، كلمك فيديو مباشر مش مسجلهولك، ومع ذلك ممكن ما يكونش هو. طب نعمل ايه تاني؟ تمام، ملاش حل. وبعدين الذكاء الصناعي حتى لو اتفقت على كلمة سر يبدأ يشوف الشات ويبدأ يعرف ايه كلمة السر اللي انتوا متفقين عليها. طيب لاحظ الأسامي، تمام، كله صيني، فالصين بدأت تطلع حاجات من اللي هي مخزنة. فتخيل ان انت الصور كلها الشخصيات كلها تبدأ تعمل نفس الحركة اللي انت بتعملها، يعني حتى الروبوت، حتى لو في انسان آلي او في كائن فضائي يعمل نفس الحركة بنفس ثانية، ومش محتاج تتعلم برمجة او بتاع، انت مجرد بس بتسطب البرنامج وتبدأ بقى شخصية. فكده انت ممكن تعمل فيديوهات من غير ما تطلع بصورتك، وطلع بصورة شخص اخر، باسم يوسف مثلا، تمام، ويشتم بدالك وهكذا. تخيل، لا تقنية مرعبة، تقنية فعلا مرعبة، ده في نفس الثانية، مش محتاج برمجة، مش محتاج تتعلم افتر افكت، مش محتاج تتعلم حاجة خالص، تمام. يعني انت بتختار الصورة وبعد كده اي حركة انت بتعملها هو بقى بيبدأ ان هو يطبقها. الشخص نفسه بيتحرك وكلهم بيقلدوه بنفس الحركة، يعني ممكن تجيب، يعني ممكن تعمل فيلم سينمائي تاريخي أي عصر تاريخي، مثلا كليوباترا وروما والحاجات دي كلها، من غير ما تجيب ديكور ومن غير ما تجيب لبس وحاجات دي كلها. طبعا الموضوع رهيب، وحاطين الكود لو انت عايز تسطبه عندك وتعمل موقع بيه، ورقة البحث والفيديو، تمام. فهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ويعني لازم لازم الشركات تعمل برنامج اي فيديو من ده مزيف يبدأ يطلع لي كده ان ده فيك، يعني سطبه على البراوزر وكل فيديو يشتغل لو هو مستخدم التقنية دي يلقطه بقى بأي شكل معين ويقول ان ده مع يعني مش حقيقي.